مع انطلاق صافره الحملات الدعائيه للانتخابات المبكره كثف تنظيم داعش من هجماته ضد بعض المدن العراقيه مستخدما اسلوب المجاميع الصغيره في المناطق الرخوه امنيا كمناطق جنوب كركوك وشمال محافظه صلاح الدين بالاضافه الى محافظتي ديالى والانبار للتاثير على سير العمليه الانتخابيه داعش تسعى الى ابقاء الوضع كما هو عليه او هي اشاره الى انه الوضع الامني غير مستتب فالانتخابات المقبله لا يمكن تحقيقها لذلك هذه العمليات هي تستهدف العمليه الانتخابيه والعمليه السياسيه بايحاء الناس انه هذه الاوضاع غير مواتيه لاجراء هذه الانتخابات مختصون في الشان الامني يعتبروا معاوده داعش لنشاطه المسلح وان كان على شكل مجاميع صغيره يعود الى عدم وضع حلول جذريه لمكافحه هذا التنظيم الذي استغل بشكل كبير تراجع الدعم الجوي لطيران التحالف الدولي عقب قرار القوات الامريكيه تحويل مهمتها في العراق من قوات قتاليه الى استشاريه المعالجه حقيقه تكون من قبل القائد العام القوات المسلحه نقل القيادات الامنيه او نقل القوات الامنيه وهذا ليس حلا يفترض ان يكون حلا جذريا بمعرفه الخلايا داعش المتواجده في هذه المنطقه وكذلك ان يكون هنالك اجراء من قبل المؤسسات الحكوميه داعش انتهت هنالك عصابات لكن فكر داعش لم ينتهي وبالتالي يتطلب ان يكون هنالك حلول من قبل القياده الامنيه وكذلك ان يكون هنالك جهدا استخباريا مركزا في هذه المناطق ورغم تطور القدرات القتاليه للجيش العراقي الا ان هذه القدرات لا تزال تفتقر الى المعلومه الاستخباريه السريعه التي تمكن العناصر الامنيه من احباط الهجمات قبل وقوعها قدره تنظيم داعش على التكيف مع الظروف الامنيه الضاغطه يصعب أحيانا من مهمة القوات الأمنية العراقية التي تعمل جاهدة على وضع هذا التنظيم تحت الضغط المستمر حيدر الأسد سكاي نيوز عربية بغداد